السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في حلقة جديدة، والتي سنشرح من خلالها حل إحدى المشاكل التي قد تتعرض لها من خلال الحاسوب الخاص بك بطريقة كما تلاحظ. فهذه الحل مشكل عدم ظهور إنشاء مجلد جديد أو بعض الخيارات الخاصة ببعض الأشياء التي يمكنك أن تقوم باختيارها. كما تلاحظ فأنا هذا الخيار غير موجود لدي على الحاسوب. سأعمل على حل هذه المشكلة. أول شيء ستقوم به، ستقوم بتحميل هذا المجلد. سأضع لك الرابط أسفل الفيديو، تقوم بالنقر هنا على تنزيل الآن على هذا النحو، وبعد ذلك سيبدأ في عملية التحميل معك. كما تلاحظ هذا هو الملف، ستقوم بفك الضغط عليه. أنا سبقا قمت بتحميله، لهذا سنقوم بجلب المجلد. هذا هو المجلد، سنقوم بفك الضغط عليه بالنقر هنا على اكسترا فيشي، ثم ننقر على اوكي، وبعد ذلك سنقوم بالدخول الى المجلد الذي تم فك الضغط عليه. هذا هو المجلد الذي هو نيو فولدر. هذا هو المجلد سنقوم بالدخول اليه. ستجد من خلاله هذا المجلد كما تلاحظ. فإذا لاحظت معي، فأنا عندما أقوم بالنقر لا أجد هذا الخيار الخاص بإنشاء مجلد أو فتح إحدى الخيارات الخاصة بالإكسل أو الوورد أو لإنشاء ملفات مضغوطة أو شيء من هذا القبيل. لهذا سأقوم بالنقر على هذا الملف الذي هو نيو فولدر، تقوم بفيكس، تقوم بالنقر عليه، ثم تنقر هنا على يس على هذا الشكل، ثم تنقر على أوكي، وبعد ذلك سيظهر معك الحل للمشكل. كما تلاحظ معي هنا الآن لديك مجموعة من الخيارات، يمكنك أن تقوم باختيار أي شيء. كما تلاحظ معي هنا، فتم حل المشكلة بكل سهولة بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فقط يمكنك تحميل هذا الملف، كما قلت الرابط تجده إن شاء الله أسفل الفيديو، وبعد ذلك تقوم بالنقر عليه ثم تنقر على إيس. بعد ذلك سيتم حل المشكلة. كما تلاحظون الآن لديك مجموعة من الخيارات لاختيار مثلا الفولدر، ستجده على الديسكتوب تم إنشاؤه. كما تلاحظ هذا هو الفولدر، يمكنك أن تقوم بإنشاء أي شيء. مثلا هنا فولدر، كما تلاحظ هذا هو الفولدر. فكما قلت طريقة رائعة جدا. كما قلت فقط يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بشرحها، وإن شاء الله ستقوم بالتغلب على المشكل أو تقوم بحل المشكل بكل سهولة. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع المرجو. إن أعجبتكم الحلقة دائما نقر على زر لايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. وشكرا على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول